لمن رسم التاريخ، لمن كتب التاريخ في خارطة الفتح، فتح الجبال. الكرة لدى النموذجي، يبحثون عن العودة في الديربي. الكرة لدى الزقان. الله، يبحثون عن النهوض في الديربي بعد السقوط. حمد الدوسري جاء بديل، جوستافو ياخذ كرة، جوستافو في الانطلاق. الله، ليلة عودة النموذج، ليلة كبرياء الفتح. جوستافو يعلن عودته من بوابة الديربي ومن أمام الجار. شوف شوف جوستافو أخذ كرة، مر، توغل، ياه، على الكرة بهذه الطريقة، وضع الكرة من فوق المثلوثي. لكن عينك على الأسيست من توفيق، على عينك على الأسيست من أبو حامد. جوستافو يعطي الثاني للفتح. النموذجي يعلن عن عودته من بوابة، لم يتلعثم في الجولات الماضية. الكرة فتحوية من ميشيل لجوستافو، بحثا عن الثالث. على أرضية تنتظر من جوستافو، والله كذا كثير، والله كذا كثير. الله، جوستافو وراسية فريدي عبرت وبكل محيطاتها، عبرت وبكل ما فيها، ثلاثية للنموذجي. هذه كبيرة، سقوط واحد. هنا التدخل على زقان، هنا التدخل الذي كان من مرتضى البنحي، وبعد ذلك يا بن توفيق القصري، الرابع يقترب، الرابع على الأبواب. علي زقان والمثلوثي، هل ينهي الفتح شوط لقاء أول بأربعة أهداف؟ هل ينهي الديربي الجديد من أوله؟ هل ينهي الديربي الجديد من شوط واحد؟ المثلوثي والزقان، أو يبدوني بأنه مروان سعدان. مروان سعدان هو الذي يقف على تنفيذ ركلة الجزاء. مروان سعدان بالإضافة أيضا إلى المثلوثي. هل يأتي الرابع؟ هل يأتي الرابع؟ هل تكون ثقيلة؟ هل تكون كبيرة؟ كبيرة 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 كبيرة، كبيرة.
العدالة هجوميا وتوضح الكثير من المصاعب التي يتعرض لها هذا الفريق في لقاء الليلة. بدر السليطين عرضية بنتو على بنتو بالتغطية. الله، ولو كانت رباعية إلا أن هدف حسين العيسى في غاية الروعة. نعم، رباعية الفتح تظلم جمالية هدف حسين العيسى، هدف في غاية الروعة. شوف شوف شوف، أخذ كرة على الطاير، اكتفى ماكسيم بمشاهدتها. ليس أمامك من حل إلا أن تكون حال المتفرجين لها يا ماكسيم كوفال. حسين العيسى هدف راية، رباعية الفتح بلا أدنى شك. سعيد الدوسري، سعيد يمرر كرة لا وجود لرايا، مرور من تفريدي، خروج خاطئ من المثلوثي، الكرة بتمريرة لغوستاف يعود المثلوثي، المحاولة للفتح، فرصة لهدف خامس، خامس، خماسية نموذجية للفتح. بالهدف، وكأنهم انتظروا هدفا للعدالة حتى يأتوا بخامس الأهداف. خمسة مقابل هدف، الفتح يتفوق على جاره، على شقيقه. العدالة في ديربي الأحساء الجديد، يعزفون لحنا رايا ويتذوق طعم الانتصار. كان موفقا ايضا على صعيد خط المقدمه في الوصول للشباك. هنا خطا وكره لدى اندريا، فرصه للثاني. اندريا يحرز هدفا ثانيا للعداله، سبعه اهداف في هذا اللقاء. خماسيه للفتح، هدفين للعداله. شوط لقاء ثاني كان صامتا، كان هادئا طيلة ومعظم دقائق، لكنه في هذا التوقيت الأهداف تأتي مع الدقائق العشر الأخيرة. 5-2 في لقاء العدالة والفتح. هذه الكرة بالخطأ وصلت لأندريا، وبعد ذلك جاءت في شباك ماكسيم كوفال. أراد الخروج بنتيجة جيدة، أراد الخروج من كلين شيت الأول. لم يوازي ما كان عليه من أداء الفتح في شوط اللقاء الأول، وذلك يعتبر أمر منطقي. تحسن العدالة بعض الشيء وجاء بهدفين. الكرة لدى ويندام، أندريا، 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 أوهو. ولكنه بعد فوات الأوان، هدف ثالث يا فيريرا يأتي في التوقيت الأخير. 3-2، هكذا هو الديربي. أندريا يأتي بهدف الثاني، يستفيق متأخرا ويقلص الفارق. 8 أهداف في ديربي العدالة والفتح، وهدف يأتي عن طريق أندريا. نعم، هنا غضب من ماكسيم كوفال، وربما مدرج العدالة يقول